كنا بنتكلم قبل الفاصل في استلهام هذه القيم وهذه الدروس، وكيف أن الماضي يولد الآن، كيف أن ما يفعله النادي الأهلي الآن فعله عظماء النادي الأهلي من قبل. وقفنا عند فترة حسين حجازي واللي حصل فيها، وكيف انتصر الأهلي، وكيف ولد العظيم مختار التتش من رحم هذا الموقف. لفت الأيام، طب أنت بتوقف لاعب وبتوقف بعض اللعيبة معاه 85، يفاجأ الجميع بأنه النادي الأهلي بياخد قرار بإيقاف فرقة 16 لاعب بالكامل يا باشمهندس، في حركة اعتقد صداها مازال عايش لغايه دلوقتي، لانه بالمناسبه 16 ولا 17؟ اعتقد 17. 17 بس، انت متخيل انه في فتره حسين حجازي كنت داخل على ماتش الزمالك او المختلط وقتها، في 85 برضه داخل على ماتش الزمالك، لكن بتتخذ قرار دور الثمانيه لكاس مصر، بتتخذ قرار مباراه اقصائيه مش بالظبط ما ياخدوش الا الاهلي. عشان الاهلي نسمع الكابتن حسن حمدي، كان وقتها عضو مجلس إدارة مشرف على الكرة، اتخذ هذا القرار وأدار هذه الأزمة. كابتن شوبير سأله في لقاء معه من قبل عن كواليس هذه الأزمة وكيف صارت، نشوف. كابتن حسن، بالتأكيد يعني الواحد لما بياخد قرار لازم يحسبه. أهلي بيلعب مع زمالك في بطولة كاس، معقولة مقبولة حضرتك تتخيلك إن تغضب جماهير النادي الأهلي دي كلها، توقف الفريق الاساسي بالكامل 16 لعيب او تساهم في ايقافهم، والاهلي ينسحب وتقول لا ما فيش انسحاب، والاهلي يلعب بالناشئين امام نادي الزمالك، معرض نفسه لهزيمه قاسيه كنت هتتحملها حضرتك على مر التاريخ؟ انا الحقيقه ما فكرتش في اللي انت بتقوله. انا عندي مشكله كانت كان كابتن جوهري موجود مدير فني، كابتن هاني مصطفى مدير الكورة. نعم. وحصل بعض من الخلافات وكده اهوت، وبعدين بكلم هو طلبني كابتن جوهري. كويس، ايه؟ قلت له ما ينفعش اللي انتوا يعني بتعملوه دوت، هم مختلفين مع بعض. نعم. ف 16 لعيب بتمرنوا مع الكابتن جوهري بره النادي. نعم. يعني ايه بره النادي؟ انا ما اعرفش حاجه. كنت حضرتك ماسك ايه في النادي ساعتها؟ كنت مشرف على الكوره. مشرف على الكوره، عضو مجلس اداره ومشرف على كره القدم. وكان كابتن صالح رئيس نادي. فالمهم يا جماعه لازم ترجعوا تتمرنوا، ما بيتمرنوش، مش عارف ايه، قاعدين فين؟ قاعدين في لوكاندا في مصر الجديده، ناسي اسمها. اعتقد كان خالد جد الله كابتن فرقه، خالد جد الله اكبر منهم حاجه كده. كان الباقي في المغرب. قلت لهم لوكاندا بالليل كمان. قلت لهم تعالوا يا بهوات، انتوا ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا كذا، انتوا تخرجوا مع النادي مش عارف ايه كده، يعني ازاي تتمرنوا بره النادي؟ الكلام ده غير مقبول. لازم ترجعوا النادي. كويس. فالمهم قلت لهم بصوا، هديكم فرصه لغايه بكره، اذا ما جيتوش بكرة أنا هاخد قرار في هذا الكلام. أنا أول حاجة عملتها لما حصل الكلام دوت، خليت مجلس الإدارة يديني سلطات مدير كورة، ما أنا مشرف الكورة ما عنديش سلطات. خدت قرار من مجلس إدارة إنك ليك سلطات أنا مدير كورة. أنا هاخد سلطات مدير كورة، قلت مش عايز غير سلطات مدير كورة بس. كويس. وخدت سلطات مدير الكورة، جبت الكابتن عادل تعيمة كان ماسك 20 سنة. مظبوط. قلت له كون 20 لعيب أو 22 لعيب. قلت له احنا عندنا ماتشات يبقى فيه 22 لعيب او 20 لعيب انت بتختارهم زي ما بقول لك، يعني هم المسؤول يعني. نعم. ودول اللي هيلعبوا الماتشات كلها. وجبت الكابتن عادل، قلت له فرقتك 20 سنه جيب على 17 وابتدوا يبقوا ايه 20 لعيب. عمل كوكتيل محمد السيد وبدر رجب ايا كان، يعني انا مش فاكر التفاصيل ايه. وابتدينا نلعب ماتشات حبيه. كويس. وابتدينا نلعب الدوري يعني الكاس بقى. فالمهم رحت لهم بقى المعسكر بنفسي. بهوات انتوا لو ما جيتوش هيبقى في اكشن قوي عليكم قوي يعني. وبكره تدريبكم الساعه سي واحدة ونص او اتنين في النادي. في النادي تدخلوا النادي تتمرنوا. يس.
جم تاني يوم كويس ما جوش. رحت واخد قرار كويس بايقاف اللعيبه ديت بدون مجلس اداره. اداك ادالك صلاحيات خلاص. ما صلاحياتك مدير كوره توقف لعيب. فاما خدت كده رحت واقف 16 لعيب. وعملت اجتماع مجلس اداره بقى العرض الموضوع عليهم. مش الايقاف بقى، ايقاف مع شطب مع كذا حاجه كمان. طبعا. طيب الكلام اللي بيتقال ده عايزين نتوقف قدام جزئيتين مهمين جدا. ان الكابتن حسن اول حاجه كان حريص عليها ان يمشي بشكل مؤسسي، يعني بشكل هو المشرف على الكوره، ما عندوش صلاحيات اكتر من انه همزه الوصل بين فريق الكوره والنادي ومجلس الاداره. طب هو عايز ياخد قرارات وعايز يتصرف، حاسس ان هو قد يضطر لاتخاذ قرار محتاج صلاحيات، يقوم يعمل ايه؟ يروح لمجلس الاداره اولا ياخد الصلاحيات. هو ده النظام بقى، هو ده احكام العمل المؤسسي. ادوني صلاحيات مدير الكوره، لان الخلاف كان بين مين؟ مدير الكوره والمدير الفني، فهو هيحكم بين الاثنين او هيحكم على الاثنين او هيحكم في هذا الامر. فادي المساله. لكن نرجع بقى لبدايه الفقره، والكابتن شوبير بيقول له طب انت دلوقتي جاي قبل ماتش الزمالك في دور الثمانيه ما خدتش يعني بالك انك او ما عملتش حساب انك انت لو وقفت اللعيبه دي كان هيحصل ايه، وهزيمه ثقيله وتاريخيه. قال انا ما بصيتش الامور بالطريقه دي، لانه نرجع بقى لجعفر باشا. قال له انا ما فكرتش في اللي انت بتقوله. عنده موقف في مساس بالقيمه الرياضيه والرساله الرياضه، وهو هنا عنده كابتن حسن عنده موقف في النظام والالتزام والعمل السليم والخلق الرياضي. الاثنين من رحم هذا الاحساس المسؤول بان قيمه المبدا، قيمه التقاليد، قيمه الثوابت اللي احنا عايشين بيها اهم من ان انا افكر في النتائج ايه اللي هفكر فيها. فاستطاع ان ياخذ يا استاذ ابراهيم ما سنسمعه. كابتن حسن قال لي كابتن شوبير انا ما فكرتش في اللي انت بتقوله ده خالص. نقطتين مهمين خالص، ولا فرقه هتلعب مين ولا في ايه الاول خالص. الاول انت بتاخد قراراتك نابعه من ايه؟ من مصداقيه بالظبط الثوابت بتاعتك، ثوابتك. نمره اتنين بشكل مؤسسي سليم، ما حدش يجي يطعن عليه او يقول لك هو انت ازاي اتصرفت بشكل فردي، لا ده انا عندي. ونمره ثلاثه مين اللي بياخد القرار؟ بياخد القرار مدير الكوره. اللي بياخد قرار كهربا امبارح كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وده تعظيم لدور لائحه النادي. حتى الكابتن حسن هتسمعوه قال له ما اصل انا اللي حط اللائحه وانا مدير كوره، فانا عارف سلطات مدير الكوره فين. هو ده العمل المؤسسي، انا محتاجها في ايدي دلوقتي. نشوف الفيديو الثاني ايه اللي حصل لما الكابتن حسن خد قرار كمدير للكوره بايقاف ال 16 لاعب بل شطبهم. قال له قرارات كان فيها شطب، وراحت مجلس الاداره. نشوف الكابتن حسن وهو بيستكمل. تاني يوم مجلس الاداره كان بعد الظهريه. لقيتهم تاني يوم. جم النادي اللعيبه ودخلوا اوضه اللبس. بيقلعوا هينزلوا يتمرنوا. ماشي. مع الكابتن جوهري؟ لا. جم لوحدهم من غير الكابتن جوهري. كويس. انا عملت ايه؟ جيت قلت لهم ولا واحد يخش اوضه اللبس. وبالباب الذي هنا هو في بابين هنا وهنا يعني ايه كده. وقلت لهم انتوا خلاص انا ما برجعش في كلامي، وانا عندي مجلس اداره كان بالليل كويس وكده اهوت. ومنعتهم من التمرين. منعتهم من التدريب. ماشي. ومشيت بالفرقه اللي هي بتدريب بيها بقى بتاعت الكابتن عادل طيب. بتاعت الكابتن عادل طيب. نعم. دخلت مجلس اداره قلت لهم حصل كذا 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 كذا. وانا كل اللي خدته منكم ان انا اخد سلطات مدير كوره. وانا الناس ديت مفيش حاجه اسمها واحد يسيب النادي كذا. موضوع بقى كابتن جوهري يبقى ايه اختصاص كنتو مجلس الاداره. انا رايي كذا بدون بقى ما اقول رايي ايه. لا انا ممكن اقوله؟ لا. طيب ماشي اوكي. انا حضرتك كنت عايز الجميع يرحل. عايز ايه؟ الجميع يرحل. لا نا. اكبر من كده. ماشي. نعم. فانا قلت لهم لا ده قراركم كده هوت
المهم يعني اتوقفوا اللعيبه وكان قرار مجلس الاداره الجوهري يرجع يعني عنده ماضي الى اخر هذا الكلام. رجع كابتن جوهري لما نزل الملعب تاني يوم اللعيبه موقوفه وهو رجع حصلت مشكله تانيه واخد بالك. فجالي كابتن جوهري انا عندي مشكله كبيره انا مش عارف ايه انا ازاي يعني انا انزل ادرب وهم موقفين. قلت له والله ده قرار كويس ده قرار يعني خلاص كده مش هرجع فيه يعني انت لعيبه ده سلطتي انا سلطه مجلس اداره سيادتك كويس وهم ان هم بالقرار رجعت سيادتك تبقى موجود فانت حر يعني بس هم مش هيتمرنوا مش هيلعبوا مش ما يتمرنوش دي موضوع موقوفين عن اللعب لكن يقدروا يتمرنوا خلاص اتمرنوا انا بعد كده خلاص. عملنا بقى تدريب بس فهو عملنا مجلس اداره تاني هو بقى كابتن جوره راح لكابتن حافظ كان كابتن صالح بره مصر كان احمد بيزا كان الله يرحمه بقى كلهم كويس فبيكلموني تقول بصوا انا مش هرجع في اي قرار انا اخدته دي سلطتي يعني جه بقى كابتن جوهري بعد في مجلس الاداره الثاني انا نزلت ومش قادر اللعيبه سير عليا ازاي انا اللي قلت لهم بتاعوا وانا هم يتوقفوا وانا ادرب انا مش قلت انتوا حرين كويس عندك فرقه هي بتتمرن وهي فرقه الشباب دي هتلعب قدام الزمالك ماتش قدام الزمالك وهتلعب الماتش وهو دوت النظام اللي موجود سيادتك عايز تبقى موجود اهلا وسهلا مش عايز كابتن جوهري بس جه بقى كابتن جوهري بعد كده قبليها بيوم او يومين نزل الملعب ولعب الزمالك وكسبنا الزمالك. طيب برضه نشوف الفقره دي بتقول ايه. الفقرة دي بتقول ان الكابتن حسن حمدي لما اتخذ قرار واللعيبة جت تاني يوم عايزة تخش اوضة اللبس قال لهم رايحين دي المباراة يا باشمهندس الاهلي بالناشئين بيلعب عتاولة الزمالك هنيجي بقى للجائزة الكبرى اتفضل انما الاهم انا عايز احكي الدرس اللي قاله كابتن حسن حمدي في كل فقرة بنخرج منها بدرس كده ايوه فقال له اللعيبة جاية تاني يوم مع الكابتن الجوهري داخلين اوضه اللبس قال لهم رايحين فين يا كباتن؟ لا ما تخشوش مش هتتمرنوا. كابتن ازاي مش ازاي؟ قال له انت عندك 22 لاعب مجهزهم لك الكابتن عادل طعيمه مع اللعيبه اللي هي يعني حد كان مصاب مش ما تمرنش مع اللعيبه دي ورجع او حاجه زي كده وهم دول اللي هتاخد بيهم المباراه وخد قرارك عايز تنزل تقودهم اهلا وسهلا مش عايز تنزل تقودهم مدربهم كابتن عادل طعيمه موجود هيقود العمليه. وهنا لازم اشكر واذكر دور الكابتن عادل طعيمه لان التاريخ ساعات ايه يقفز على دور الناس. ايوه الراجل ده كان مجهز فرقته كويس جدا وكان النادي الاهلي شوفوا كان بيعمل ايه بقى كانوا راجعين هم كمان من معسكر في المانيا. ايوه فكانوا جايين توب فورم الناشئين دول كان فرقه 19 سنه بدر رجب ومحمد السيد وعلاء عبد الصادق وكان ابراهيم حسن وابراهيم حسام وابراهيم بس ابراهيم كان مصاب في الماتش ده ما لعبش ولا حسام حد حسام اللي لعب وابراهيم كان مصاب واعتقد الكابتن شوبير هو اللي كان مين الجول احمد شوبير شوبير طيب. شوبير هو اللي لعب جول كابتن شوبير كان هو بس الوحيد بس دي مش فرقته هو اكبر منهم بس هو الوحيد طرف في الازمه لا ما انا بقول لك هو الوحيد ايوه اللي كان بالزبط. مش طرف في الازمه ولعب معاهم والدولين كانوا مع الكابتن وحش في المغرب بقى مع المنتخب ويجوز هو عشان كده يعني المهم يعني فده اللي حصل وكان الزمالك فول تيم بقياده كوارش وفاروق جعفر وكل العتاوله اللي موجودين في الزمالك ربنا كفأ وكابتن حسن شحاته كان حاجه يعني مذهله انك تكافئ بالحسنيين وتكسب الزمالك 3-2 وتكسب الزمالك 3-2 انا هنا عايز اتوقف ان الكابتن حسن حمدي لما قال لهم رايحين فين يا كباتن هو بيؤكد على المعنى اللي انا قلته المبادئ والقيم والتقاليد والموروثات اللي بناخد عليها قراراتنا مش للوجاهه ومش ورده بتتعلق في
عروة الجاكيتة. أيوة. لا دي هي حاجات هننفذها، مصداقيتنا جاية من هنا، عظمتنا ان الاهلي بيكسب عشان عظيم، مش عظيم عشان بيكسب. فادي الدرس العملي الثاني ولا الثالث ولا الرابع اللي خرجنا بيه من الموقف ده. هقول لك بقى تكملة من عندي كده عصرتها عشان تعرف ان الدنيا دماغ واحدة. عادي اتوقف بس على فكرة ان الكابتن حسن كان عايز يوقف الكابتن الجوهري، ولكن الاستاذ كمال حافظ كان له وجهة نظر واستطاع ان يبررها، ان ايه؟ ان الكابتن جوهري كيف كفاية عقوبة ليه ان ملاعبته تشوفه ان هو تسبب في ايقافهم وهو رجع. درس تاني. ايوه. طيب انت بقى ما تبقاش تسمع في الغلط. بالظبط. وحتى الكابتن حسن قالك، كابتن جوهري قالك ما يصحش اللعيبه، انا اللي قلت لهم تعالوا، وهو قدام نفسه. طبعا. يعني كانت عقوبه انا رايي دي عقوبه قاسيه جدا، وده اللي خلى الكابتن صالح. انما يعني انا ليه بذكر الكابتن عادل طعيمه؟ يعني احنا بعد ما كسبنا كابتن جوهري راح حيا الجماهير واللعيبه شالته وبتاع، كنت ارجو ان ينسب الفضل في هذا الكابتن عادل طعيمه. للكابتن عادل طعيمه ولا يحمل الكابتن، وانا ارجو ان انا اكون انصفته بان انا ذكرت هذه الحقيقه. ولكن ما علينا، هذا درس. الدرس الاكبر منه بقى اللي محدش سمع عنه، الكابتن الجوهري تصور ان كابتن صالح كان مسافر، فتصور امور بعيده وهو بمعزل عن انه هو في الصوره موافق عليها. فراح له مكتبه، والكلام من الكابتن صالح ليه؟ من الكابتن صالح إيه حكى لي انا بقى. قال لي، جالي الكابتن الجوهري وقال لي شفت يا ابو الصالح ايه اللي حصل معايا؟ كان الكابتن صالح يحب الجوهري جدا، جداً بينهم علاقه جداً قويه. قال له ايه؟ قال له، ابتدى يحكي له، قال له عارف يا جوهري حظك حلو قوي ان انا ما كنتش في مصر، لان انا كنت حاسند قرار الكابتن حسن حمدي 100%، وانت ما كنتش هتخش نادي الاهلي تاني. ما كنتش هتخش نادي الاهلي تاني. ولذلك الكابتن جوهري كمل الموسم وانتهت الامور. انت كده فسرت لي واقعه حكاها لي الله يرحمه الكابتن سمير زاهر. بعد ما المنتخب رجع من بوركينا فاسو بكاس الامم الافريقيه. اذا بس عايز اقول لك، اذا الكابتن صالح متابع ومساند لقرار الكابتن طبعًا حسن حمدي. وقال له عملت ايه؟ قال له لو عملت غير كده كنت هزعل. بالظبط كده. وما فيش حد يقدر يلف على قرار ويروح يلغيه من الحته الثانيه. الكابتن حسن كمان قال لمجلس الاداره ادوني سلطات مدير كوره عشان ما حدش، ده انا عضو مجلس اداره ومنتخب، ده درس يا جماعه في العمل المؤسسي، لانه ممكن عضو مجلس اداره يتصور انه لا ده انا عضو مجلس اداره ومنتخب من الجمعيه العموميه ومن حقي اقول رايي، ومشرف على الكوره، ومشرف على الكوره، انما ما عندوش صلاحيه، انما ما عندوش صلاحيه مدير الكوره اللي في اللعيبه. طب ما تيجي نقف هنا، يوقف لعيبه، نقف هنا نفسر كلمه مشرف على الكوره بالنسبه للنادي الاهلي ايه؟ انك بتتابع وهمزه الوصف وبتساعد على المشاكل ولكن بلا صلاحيات. ايوه، الصلاحيه في اللعيبه. فهمته؟ وده العمل اللي يعني وده العمل المؤسسي اللي في الاهلي. طب النهارده الكابتن محمود الخطيب وهو مشرف على الكوره بيروح يتدخل، ده ليه يا جماعه؟ لحد النهارده هو رئيس النادي ما بي صحيح. انما يتدخل في ايه؟ ازكاء الروح، انه موجود لحل المشاكل، لكن ما يمليش عليهم سياسات، لعب وشيل واعمل. انت بتقول لي كابتن صالح قال لي كابتن جوري والجميع عليهم رحمه الله يا رب، قال له لو انا موجود هاخد القرار ان انت مش هتخش الاهلي. كابتن سمير زاهر الله يرحمه بعد بوركينا فاسو بعد 98 كابتن جوهري جايب كاس الامم، وطبعا كان ليها فرحه كبيره جدا. فالكابتن سمير قال لي فكرت احل المشكله الازليه اللي بين الكابتن صالح والكابتن جوهري، وفرصه ان الكابتن جوهري الناس فرحانه بيه جدا. فراح للكابتن صالح المكتب بعد ما بارك له كلمتين وبتاع، قال له انا عايز اجي لك بكره ومعايا حد حبيبك ولازم تستقبلني انا وهو. فقال له مين؟ قال له الكابتن جوهري. كابتن سمير الله يرحمه والله قال لي كابتن صالح بص له، قال له انت شربت القهوه ولا لا؟ ايه؟ شربت القهوه ولا لا؟ يعني بيقول لي انا حسيت انه بيطردني، يعني اتكلم في اي حاجه تانية. ايوه طب لا ما كانش بيفاصل. قال لي رفض يسمع الكلام. ايوه. قال لي بقول له، قال له انت شربت القهوه ولا لا؟ الله يرحمه. هي دي مبادئ الاهلي، وهو ده الحرص على النظام، لانه كمان لعيبه تتمرن بره النادي، مدرب ياخد الفرقه بره النادي. الكابتن حسن قال لك دي مساله كارثيه، واداله فرصه ارجع
وفي عقاب بس ما كانش هيبقى. أيوة قال لهم ايقافات. قال لهم يا بهوات كابتن صالح، لك رحت لهم الفندق قلت لهم يا بهوات بكره الساعه 3 عندكم تمرين في النادي. عارف الكابتن حسن كان عايز ايه؟ كان عايز يشطب. ما هو قال لي كابتن شوبير انا كنت مقدم لمجلس اداره قرار بالشطب بس المجلس، وده برضه درس في العمل المؤسسي، مدير كره بياخد قرار ويعرض على مجلس الاداره، المجلس خففه الى الايقاف، بس هو ده النادي الاهلي.